لكل اللي اشتغل وجد وتعب وصبر لحد ما أنجز وحقق ذاته وأبدع وقدم أفكاره وساعات روحه في محبة الناس والوطن، فأصبح حق على الوطن ده إنه يكرمه ويقدره. والآن وقت الجائزة ولحظة التكريم، فليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصعود على المسرح. اسم الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي. فضيلة الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق من أبناء مركز طما محافظة سوهاج، كان له إسهامات عديدة في نشر الفكر الإسلامي المستنير والمنهج الوسطي، وكان قدوة يحتذى بها عملاً وخلقاً. يتسلم عنه نجله المستشار عمرو محمد سيد طنطاوي. كابتن علياء ثابت، بنت قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج ولاعبة كرة القدم بمركز شباب الري، تفوقت واستطاعت أن تكون حارسة مرمى من منتخب مصر لكرة القدم النسائي. اسم الشهيد اللواء نبيل فراج، ابن محافظة سوهاج ومساعد وزير الداخلية، والذي استشهد في أحداث كرداسة 2013 أثناء عملية تطهير كرداسة من العناصر التكفيرية، حيث رفض الجلوس خلف المدرعة وأصر على تصدر الصفوف الأولى ليسقط شهيداً فداءً لوطنه. تتسلم عنه زوجة الشهيد المهندسة نضال علي محمد زكي. السيدة صفاء أبو الحسن إسماعيل زاد، نائب رئيس مجلس مدينة طما ونموذج مثالي لمسؤول حكومي متفاني في عمله، وساعدت في تحسين حياة الكثير من أهالي سوهاج من خلال مساهمتها الفعالة في العديد من مشروعات مبادرة حياة كريمة. السيد عربي محمد محمد نعمان، معيد بقسم الإعلام بكلية آداب جامعة سوهاج، أول معيد من ذوي الهمم في جامعة سوهاج بعد حصوله على الترتيب الأول على مدار 4 سنوات رغم إعاقته البصرية. اسم البطل عبد الرحمن القاضي، صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر المجيد، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الكتيبة 212 للفرقة 19 مشاة. تتسلم عنه كريمة البطل الصحفية صفاء القاضي.
اسم الفنان الكبير جورج سيدهم، ابن جرجة بمحافظة سوهاج، صاحب مسيرة فنية خالدة في قلوب المصريين، بدأت مع ثلاثي أضواء المسرح ولن تنتهي إلى الأبد. تتسلم عنه زوجته الدكتورة ليندا مكرم. اسم الشهيد البطل إسلام أحمد عبد المنعم، ابن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، الذي استشهد أثناء اشتراكه في مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية في معسكر قصيمة بجنوب سيناء سنة 2016. وقام والديه بزراعة 1100 شجرة داخل جامعة سوهاج تخليداً لروحه الطاهرة. تتسلم عنه أسرة الشهيد. السيدة هيام عبد السميع، صاحبة ورشة الكيان للمفروشات وإحدى النماذج المتميزة لرائدات الأعمال في الصعيد، ومثال ملهم للعديد من شباب مصر. السيد جابر رفاعي حسن، سائق تاكسي من أهل سوهاج الطيبين، أهل الكرم والواجب والأصول، والذي يتبرع بسيارته ووقته لتوصيل مرضى السرطان بالمجان.